ملون بلون الفل، صحي عيون الناس، محبوبي قابل الكيف فجر لما طل. يا صباح الخير، يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اول شيء خلونا كلياتنا نكسب الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين لسه مستمرين بفقره الرحيل، الله وكيلكم صاحي من الساعه 6:30 وهسه صارت، خليني افرجيكم، سبعة وثلث. شايفين 7:15 الساعة، وهيك مصحصحة اليوم ومتنشطة، في عندي شغل كثير، قلت خليني أشارك معاكم يومي كامل. شايفين هاي الغرفة، وعندي هون الممر، هاي كل الشغلات بدي أعطيها لناس فخليتهم على جنب، وهون عندي غرفة ضيوف. والله ما عرفت هاي الغرفة، حقيت هاي غرفتي مستحيل. شايفين لسه يعني مكركبة، طبعا هاي الكراتين لسه فاضية، بدي أعبيها من المطبخ فبخليهم فوق بعض عشان أعرف قديش عندي مجموع الكراتين الفاضية. وآخر إشي تعالوا أفرجيكم المطبخ، شايفين يعني كركبة بس بنظام، قد ما أقدر إنه أحافظ على نظام ونظافة المطبخ، يعني قد ما بقدر رح أسيطر على الوضع. هي عندي الساعة هذيك اللي نزلتها، الساعة 7:30 إلا 5 صارت. شايفين لسه الجو بكير، بس قلت عندي أشغال كثير فلازم أصحى وأتنشط، فعشان هيك رح أعمل لي فنجان قهوة. هاي هون حطيت الغلاي، رح أعمل فنجان قهوة وأفرجيكم شو رح أعمل اليوم إن شاء الله. فيلا خليكم معاي لنهاية الفيديو. وأول شي نبدأ في يومنا بفنجان القهوة، لازم فنجان القهوة بداية الشغل، وقبل ما نعمل أي إشي، قبل ما نشيل أي كاسة وأي معلقة، لازم نبلش بفنجان القهوة عشان نصحصح، يعني هيك الواحد يركز أكثر. بتعرفوا أنا من الناس اللي بشرب القهوة الصبح بصحصح، إذا بشربها المساء ما بصحصح إنه ما بعرف أنام، لا عادي بشرب وبنام مباشرة. في ناس بيتأثروا بشرب القهوة بالليل، يعني إذا بشربوها على 7-8 المساء ما بيعرفوا يناموا بالليل. أنا من الناس اللي لا عادي بشربها بالليل من هون وبحط راسي وبنام، ما بقلق أبدا. وفي نفس الوقت إذا بشربها الصبح بصحصح، كيف هيك المعادلة؟ ما بعرف. المهم لازم إنه أشربها الصبح عشان أصحصح. والله بتعرفوا إلي زمان ما شربت نسكافيه، هيك يعني حسيت إنه القهوة بتصحصح كمان كويسة. في نفس الوقت كان المرتبان تقريبا نصه، فلازم نخلصه قبل ما نسافر، لأنه ما بقدر أخذ معاي القهوة على محافظة ثانية، يعني نقل في السيارة 3 ساعات وهيك، فقلت خلينا نخلص المرتبان وبعدين هناك بنشتري قهوة جديدة. يعني أول ما ندخل البيت لازم نجيب قهوة جديدة، ما نجيب قهوتنا اللي بعمان. يعني الواحد هيك لازم. فالمهم عملت فنجان هالقهوة، ويا سلام على ريحة القهوة لما تضرب بالدماغ، الله الله. وأسكى إشي إنه تجيبوا القهوة من المحمص، يعني تكون مطحونة ويكون هيك لسه ريحتها قوية وساخنة، مباشرة تعملوا فنجان قهوة، يا سلام. أحيانا شو بيكون عندي قهوة بايتة من قبل بيوم مثلا، وفي نفس الوقت ثاني يوم بشتري قهوة جديدة، حتى لو يعني عملت قهوة من القديمة، لازم أول ما أشوف الجديدة وأشم ريحتها وتكون ساخنة لازم أعمل فنجان قهوة. عن جد والله هيك بيكون نكهتها سبحان الله أسكى. بتعرفوا القهوة الحلوة والبهارات والهيل بحطهم بالثلاجة عشان يحافظوا على النكهة لفترة أطول وتظل النكهة موجودة زي كأنهم تازة. في ناس طبعا بحط البهارات برا، في انواع البهارات انا بحطها برا الثلاجة، بس الاكثر بحطه جوا الثلاجة. حتى القهوة مرات بحطها بالفريزر ومرات بحطها بمرتبان بالثلاجة، هيك بتحافظ على نكهتها لفترة كثير طويلة. ولازم القهوة تكون بوجه، من دون وجه ما بشربها، بحسها سايطة، بحسها خفيفة، لازم تكون بوجه. شايفين الوجه ما شاء الله كيف من الآخر. إذا بدكم الوجه يكون كثير، دايما اغلوا القهوة بمي باردة وما تحركوها كثير، بيطلع وجه مرتب.
شايفين الوجه ما شاء الله غير شكل، هيك بشربها. اما من دون وجه ما بتنشرب معاي ابدا. في ناس عادي بشربها من دون وجه، ومنهم زوجي ما بشربها بوجه، بس انا لازم اشربها بوجه. شربنا قهوتنا وخلصنا، بعدين حكيت ليش ما اتنشط بزيادة واعمل مناقيش زعتر وجبنة. يا سلام اشي من الاخر. جبت العجانة وحطيت في البولة، حطيت زيت نباتي، وحطيت سكر وخميرة ولبن وحليب، حليب فاتر. طبعا هاي الاشياء كلها المكونات رح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف عشان تعملوا هاي العجينة، لانها ناجحة 100% ما شاء الله. دايما انا بستخدمها وبتنجح معي. شايفين الخميرة بحط تقريبا بس معلقة، والسكر والحليب لازم يكون فاتر عشان تختمر العجينة. بغطيها بعد ما أحركها بالمضرب اليدوي، بغطيها 10 دقائق لما تفور الخميرة، بعدين ببلش أنزل عليها المواد الجافة. شايفين كيف فارت الخميرة؟ يعني هيك تأكدت إنها الخميرة تمام ورح تنفش معي. ما رح أعمل طريقة 10 دقائق، رح اعمل العجينة العادية اللي بدها تخمير ساعتين على الاقل. بعدين ببلش انزل الطحين. تقريبا حطيت 4 كاسات او 5 كاسات طحين زي ما حكيت لكم. رح اكتب لكم المكونات كاملة بصندوق الوصف. بس والله شو طلعت طرية، شو طلعت بتشهي، يا سلام. وكمان هيك حكيت ما بدي انه قبل الرحيل اطبخ او اقضيها سندويشات لبنة وسنيورة وحمص وفلافل، يعني صراحة هيك بوجع معدتنا شوي، وكمان بتأثر القولون اذا ضلينا ناكل حمص وفلافل كثير. فحكيت احسن اشي انه اعمل معجنات يعني سريعة، جنبها كاسة شاي وصلى الله وبارك. خلطت المكونات كاملة، طبعا حطيت بيكنج باودر، حطيت ملح، وشغلت العجانة اول شي على السرعة العالية، بعدين وطيتها لدرجة 2 مدة 10 دقائق لازم يكون العجن. اذا ما عندكم عجانة وبدكم الطريقة اليدوية اعجنوها اقل اشي 10 دقائق عشان تنجح معاكم وتكون طرية. والافضل انها تكون بتلزق شوي عشان لما ترتاح تزيدوا شوية طحين تطلع طرية معاكم 100%. شايفين بتلزق شوي بالايد، هيك بتكون ناجحة 100%. حطيت على ايدي شوي من الزيت ولميت العجينة. شايفين الطراوة زي كأنها سلايم، شايفين؟ يا سلام والله اشي معتبر. وغطيتها تقريبا 2 ساعة لما نفشت العجينة. شوفوا ما شاء الله، شايفين؟ يا سلام والله زي القطن. وبعدين بلشت ألم العجينة، وجبت السيليكون فردته على الرخام وبلشت أقطعها بالسكينة لقطع، بعدين بإيدي قطعتها لكرات عشان أخليهم على جنب يتخمروا كمان 10 دقائق. ولما أعمل الجراس المعجنات أو مثلا المناقيش أحطهم بالصينية لازم يرتاحوا كمان 10 دقائق. هيك بتنجح معاكم المعجنات وفي نفس الوقت بتنفش بتظل طرية. لو تسخنوها ثاني يوم أو ثالث يوم بتظل طرية. وأحيانا أنا بحطها بالفريزر بفرزها إذا كنت عاملة كمية كبيرة. كمان بتطلعوها قبل ما تأكلوا تقريبا بساعة بتطلع معاكم طرية طرية ما بتنشف أبدا. شايفين كيف قسمتها بالسكينة، بعدين بإيدي عملتها دوائر يعني تقريبا بنفس الحجم، يعني في حبات أكبر شوي أصغر شوي. شايفين هيك بلمها من جميع الجهات وبغطيها حتى هيك ترتاح شوي. لازم ترتاح العجينة. شايفين كيف ارتاحت؟ والله شغل العجينة والله كثير حلو، كثير بحب شغل العجينة، سواء معجنات شوشبرك هاي الشغلات كثير بحبها. صح انها متعبة وبتاخذ وقت، بس والله بوجود العجانة ما شاء الله انا برتاح كثير، يعني بتشيل نسبة 60% من التعب الحمد لله. هيك عملتها شكل دوائر وبالشوبك الصغير فردتها، بس ما تكون كثير رقيقة، لازم تكون غليظة شوي اسكى عشان تظلها طرية ما تنشف معاكم. وبعدين بالاصابع شكلتها بهاي الطريقة. طبعا اعذروني الكاميرا كانت لفوق لازم انزلها لتحت، بس كان الستاند شوي هيك انكسر ورجعت عملت له عملية جراحية ورد انكسر، يعني للرحيل كان مكسور على الاخر. وهنا جهزت الحشوة، عبارة عن زيت وزعتر بخلطهم مع بعض وببلش ادهن فيهم الجراس.
شايفين منظر زي الشمس، شوفوا ما أحلاهم. يا سلام، والله ما أخذوا معاي تقريبا ساعة. جهزت الفرن على حرارة 200 تقريبا أو 230 من تحت، بعدين شويتهم من فوق، وما شاء الله طلع التحمير بشهي. على الأطراف، على الأطراف قبل ما تحطوه بالفرن ادهن شوي من الحليب، الحليب السائل ادهنوا هيك على الأطراف، بيطلع لونهم أشقر بجنن. وهنا كمان جبت جبنة دهن حطيت على الحبات، ما عملتهم شكل، خليتهم دوائر زي ما هم، يعني ما عملتهم شكل الزعتر اللي هو الشمس، لا خليتهم دوائر. بعد ما خلصت الدهن رشيت شوي من الزعتر. طبعا شو ريحة المعجنات كانت بكل المطبخ، شوفوا شوفوا المنظر الخرافي عن جد ما شاء الله، كان أحلى مناقيش. طبعا هي اسمها مناقيش أو معجنات أو قراص زعتر اللي بدكم إياه. شايفين ما شاء الله اللون من الآخر، وطرية طرية طرية، شوفوا ما شاء الله، يا سلام من الآخر. طبعا انتوا هسه بتحكوا رحيل وبترحلي بتعملي كمان معجنات وهيك بس والله انه عن جد ما اخذت وقت معي، يعني ساعة تقريبا كنت مخلصة كل شيء. واهم اشي اهم اشي، بس طولوا المعجنات او المناقيش مباشرة تغطوها، لازم تتغطى لانه بتنشف اذا تركناها في الهواء، واول ما تطلعوها من الفرن بتكون شوي قاسية، بعدين بعدها هيك 10 دقايق لما تبرد بتبلش تطرى معاكم. وهيك لما خلصنا الكمية كاملة عملت كاستين شاي إلي ولزوجي، لأنه بهاي الفترة كنا كثير جوعانين وما في لا طبخ ولا في أكل ولا أي شيء، فكنا نمشي الأكل تمشاي، فدايما جوعانين الله وكيلكم. والله نحفت بهاي الرحلة عن جد نحفت، لأنه كثير كثير فترات مرت علي ما باكل إشي فيها، يعني يدوب كاست المي وفنجان القهوة وبس. وبعد ما خلصنا كاستين الشاي وروقنا وأخذنا طاقة من الأكل، حكيت خليني أعمل صحن فواكه كونه هذا آخر روتين في بيتي بعمان، وكمان عندي هاي الفواكه، قلت خلينا ندلل حالنا كمان بصحن فواكه مرتب. حطيت شوي من العنب، رمان، الموز. يا الله يا جماعة قديش أنا من محبين الرمان، يعني لو صح لي كل يوم اكل رمان ما بحكي لا، بحبه اكثر من العنب والموز صراحه، كثير بحب الرمان، وخاصه لما يكون حلو، ما بحبه كثير حامض، لا بحبه يكون في حلاوه، يعني هيك اسكى، بفرطه كامل بالمعلقه ويا سلام باكل. وبحب اني افرط الرمان، عن جد كثير بحب فرط الرمان، عندي طوالة بال مو طبيعيه شايفين هاي خلصنا صحن الفواكه، يعني الموز خليته زي ما هو، ما حبيت انه اقسمه لانه اذا قسمته ما اكلناه رح يصير اسود، فخليته زي ما هو بقشره. والرمان فتحتها من النص، وبعدين بلشنا لما جينا ناكل بلشنا انه نقسمه. كان عندي كنافة وهريسة حطيتهم عشان ندلل حالنا زي ما حكيت لكم، وهيك خلصنا. عن جد كانت الأجواء كثير حلوة، وبتظلها هيك ذكرى عندي بالقناة، حبيت إنه أحتفظ بهاي التفاصيل البسيطة، الواحد هيك بصير يتذكر هاي الأيام. وهيك خلصنا، وبعديها طلعت أنا وزوجي على السوق. أبصر عاد متى أرجع، بعد شهر شهرين ثلاث الله أعلم، فحبينا هيك نعمل جولة سريعة قبل ما نروح على البيت. بس والله الكنين تعب، يا الله يا جماعة شو تعبانين بشكل مو طبيعي. الساعة عنا صارت تقريبا 12 إلا 4 دقايق، وإن شاء الله بكرة الصبح لازم نصحى بكير عشان نبلش بالرحيل إن شاء الله. فالله ييسر أمورنا يا رب وأموركم جميعا إن شاء الله. هذا شارع أبو نصير، ولهون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، بشوفكم بفيديو جديد، تصبحوا على ألف خير، سلام.